صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وأهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. نهار اليوم السبت بتضلها الأجواء باردة بتسيطر على عموم مناطق المملكة، واحتمالية تساقط زخات من الأمطار أيضا موجودة، وأيضا رح يتشكل الضباب في مناطق السهول الشرقية والبادية في ساعات الفجر والصباح الباكر، ودرجات الحرارة رح تضلها أقل من معدلاتها السنوية بإذن الله. أما كيف رح يأثر هذا الطقس البارد على نشاطاتنا اليومية اليوم؟ على أكيد الجلسات الخارجية أو غسيل السيارات أو حتى نشر الغسيل أو حتى اللي حابين يروحوا على البحر الميت أو على التسوق، اليوم الأجواء أبدا غير مناسبة، وبدرجة طبعا فرصة وجود الناموس والحشرات في الجو بسبب البرد رح تكون ضعيفة، ورح تضلها صحتنا متأثرة طول فترة الشتاء في الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، البرد والرشح. فأنا مثل العادة بدي أنصحكم تتناولوا كثير من السوائل اللي بتحتوي على فيتامينات وخصوصا فيتامين سي. ولكن اليوم اللي بيعانوا من الربو ما في أي خوف، كونه الطقس غير مغبر أبدا، واللي بيعانوا من الجيوب رح تكون فرصة تأثركم عالية بسبب البرد نهار اليوم السبت. وأيضا اليوم اللي بيعانوا من الروماتيزم ديروا بالكم على حالكم كثير منيح وتدفوا كثير منيح، لأنه اليوم الأجواء رح تخلي عندكم المرض طبعا يزيد. الرياضيين اللي حابين يمارسوا هوايتهم الرياضية في كافة أشكالها، اليوم الأجواء أبدا غير مناسبة لمثل هذه النشاطات في ساعات النهار أو حتى في ساعات المساء. بالنهاية أنا بدي أنصحكم ضلكم لابسين ملابس ثقيلة، وطبعا احملوا معاكم شماسي إذا حبيتوا أنكم تطلعوا من البيت. أنا لهون بدي أتمنى لكم نهار جميل، وما تنسوا أنكم تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد منا. إلى هنا، إلى اللقاء.